حسان الدوس فضل الصوت الذهبي تمكن اليوم بالشمشي بعيد برشا، غنى تقريبا في كل الألوان، واليوم عنده تحدي جديد. تحدي هذايا أنه يثبت أن الصورة زادة كيف كيف قادرة أنها توصل له أحاسيسه وأفكاره. اليوم هو في نهار كبير برشا، نهار تصوير كليب جديد. حسان الدوس جولته الفنية ما تعرفش تقف وما عندهاش حدود. مسرح الجم واحد من أهم المعالم التاريخية في تونس، لهنا حسن الدوس اختار باش يرجع للمسرح هذا اللي غنى فيه برشا مرات، لكن المرة هذه من أجل تصوير كليب جديد. الجم خاطر بالنسبة لي أكثر بلاصة سيمبوليك في تونس، أكثر معلم أثري مازلنا مستحفظين عليه في تونس، وفي بالك ثاني في العالم أكبر يعني معلم، كما اللي عندك الكوليسيو في روما، وفما الجم زاد هو ثاني أكبر معلم في العالم. الخدمة الجديدة عنوانها نوسوم دورما، غنية من تلحين جياكومو بيكوني وتوزيع بايلا ستوديو. سيانير دوبيرا معروف برشا في العالم، متاع الكمبوزيتور بوتشيني. نتفكرها نوسوم دورما وقتها مزيك بديت، كي سمعتها غنيها بافاروتي وقتها، قلت امبوسيبل هذا نهار من نهارات نوصل نغنيها. يا أخي فولا جات المناسبة، المناسبة هي أنه باش نغني نوسوم دورما، باش نشكر الشعب الإيطالي. نعم، باش نشكر الشعب الإيطالي على خاطر فما أنتينور إيطاليان كريستيان ريكي غنى للشعب التونسي وشكروا على خاطر بعثنا لهم الطب متاعنا، الجيش الأبيض متاعنا وقتها، البريود متاع الكونفينمون الأولاني وقتها في مارس عامناه. شركة دار الفن تشرف على تصوير الكليب. الفريق يتكون من 10 من الناس، يشرف عليهم المخرج أشرف الغربي. دي أول خدمة مع حسان دوت، نخدم معنا طوال هذايا. أون فيت أول كونتاكت معاه باش يكون حكاية ليب سينك وحكاية ميزون سين تاع ديكور، مي جو كخوا لا بروشين فوا باش يكون فما قصة تاع سيناريو حسب الموزيك حسب السين. مي كيما ترى أول خدمة وبالنسبة لتاريخ الشهداء حابين تكون فيها نعطيهم فالور أكثر للخدمة أكثر من قصة ميزون سين. مش معنى ذلك معنى نطيحوا قيمة ميزون سين بس قصة تاع سيناريو، مي حابين نعطيو قيمة اون فيت الأوبرا، اون فيت قيمة حسان دوس، اون فيت حابين نعطيو قيمة للموزيك للموزونسين الموجودة لهنا. يوم تصوير كان كافي للفريق باش يكملوا الكليب نتاعهم. الغناية والحدث اللي تتزامن معاه هو عيد الشهداء. بالمناسبة هذه الفريق الكل يلتزم بصورة دقيقة وبحرفية عالية. حابين باش تكون معناها الموزيك تكون تعطيها قيمة فالور، مي هذا التقييم القيمة اون فيت باش نقيموا بها بتاريخ تونس، تاريخ كارتاج، وان فيت تكريما للشهداء تاع تونس اللي ضحاوا لاجل الوطن واجل تونس واجل الدرب الاحمر هذايا. تحضير الاغنيه من تسجيل الصوت لفكره الكليب وكتابه السيناريو دام شهرين. حسان اختار يترحم على شهداء الوطن من الاستقلال للثوره، يحكي زاد بوجيعه كبيره على الناس اللي ماتوا في العمليات الارهابيه، في نفس الوقت اختار باش يكرم الشاعر الصغير ولاد احمد. الكليب جديد تلقاوه في القناه الرسميه لحسان الدوس. الكليب باش يهبط واكيد انه باش يكون واحده من اجمل الاغاني اللي نجم نذكروا بها ملاحم تونسيه. احنا في المسرح البلدي، لهنا اختارت رانيا الجيبسي تصور كليب اغنيتها جديدة نخبي. اغنية سجلتها رانيا الجيبسي، مومو سكاي وعزيز حسين. الاغنية من كلمة رانيا الجيبسي ومومو، وشارك مخرج الكليب اشرف حندوس في كتابة الجزء اللي تغنيه عزيزة. ترنا باش تكون بريستاسيون في نفس البلاصة، في نفس الاتموسفير، بنفس الانرجي، خاطر هما ترواز ارتيست مختلفين، اما او ميم طون سايبو انرجي واحدة، دو تيل فاسون هكا حبينا نحصروها. حابينش نفرتو كبرشا بلايس وبرشا ديكورات، حابين نكسروا الفاز هذايا، نعملوا بلاصه بركه، انرجي بركه، او ميم طون مختلف. هذه مش اول مره رانيا ومومو مخرج الكليب يتعاملوا مع بعضهم، كانوا خدموا في السابق مع بعضهم كليبو ميما عامناه كانت تذكروا مليح. فكره جات اترافير سي محمد حمدي نصره، قعدنا نحكيوا على ان بروجي نتاع ميوزيك، وقلنا نكلموا رانيا على خاطر سي لو بروفيل ايديال محلاها معناتها، وهي محلاها
وانا بارلي وفي مي داكور باش نعملوا المشروع هذا اللي هي اغنيه محليها تحكي على الام وتحكي على بنتها وفيها برشا احساس حلو ونتمنى تكون عجبتكم. هذه الاغنيه الثانيه اللي باش نصور لها ان شاء الله الكليب نتاعها. نحب نشكر سي محمد حمدي نصرة هو اللي امن بالبروجي ميوزيكال هذايا ووفر لنا معناتها الامكانيات باش نجموا نصوروا في دون دي بيل كونديسيون كما تشوفوا الحمد لله. خلينا المسرح البلدي باش نصوروا فيه وفرحانه برشا الاغنيه هذه باش تتحط اون فالور خاطر المسرح البلدي معناتها حلم عندي انا كما قالت عزيزه بكري حلم باش نصور فيه حاجه ولا باش نخدم فيه حاجه. انا ورانيا سافي لونتون كو كون سكوني سافي لونتون كون ترافاي انصامبل سي با بور لا بروميير فوا و tout fait de sorte qu'on se retrouve mabadna ala khater on partage presque les mêmes émotions peut-être ou les mêmes vibes donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble ou ce qui est très 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 important flakia c'est que Rania من اول غنيه نتاعها لليوم راه n'a rien montré encore elle est en train de encore développer pour sortir encore beaucoup plus de thèmes surtout les thèmes ala khater de nos jours il y a de la musique après il y a pas peut-être il y a moins de messages donc nous on va essayer de se baser sur le message. الفنانين استعملوا ركح المسرح ديكور مع بيانو أحمر وبتري. إكيب متكونة من 20 شخص مصباح وهما يخدموا من أجل تصوير حلوة. خدمة مميزة على الإذاعة، فريق يعدل في كل شيء باش تكون موالمة مع جو الكليب. من بعد عنا فرقة تدخل تبرى بخمسة عازفين من أوركسترا راضي شوية باش يرافقوا الفنانين في الكليب. رانيا فنانة ما عندها تألق سبيسيال وحابين المرة هذه معناها نعطيو زاد الفرصة العزيزة باي اللي هي فنانة صاعدة إن شاء الله مومو سكاي غني عن التعريف. في كل الحالات احنا فرحانين ياسر لأنه اليوم بدينا مع مهرجان الأغنية اللي هو يبدا لو 30 مارس حبينا تكون مناسبة طيبة لانطلاقة جديدة وتحيا الثقافة. في كل الحالات احنا ديما موجودين باش نقوموا بالواجب اللي علينا وان شاء الله ديما تونس بخير وان شاء الله ديما الفرحه ماليه قلوبنا. باهي جيت على خاطر صحتي وعشره العمر وراني نعرفها عندي 13 سنه دونك اي خطوه تعملها في مشوارها الفني نفرح لها برشا. جيت باش نوريها اللي انا فرحانه لها واللي هي صحتي وتعزز عليا برشا ونحبها برشا دونك جيتها باش نشجعها ان شاء الله ربي يوفقها. اغنيه مزيانه برشا فيها برشا ايموسيون. انا حسيتها كأم دونك نصور اي ام باش تحسها واي ممكن اي ابنه واي ام باش تحسها. رانيا عيطت لي ودونك جيت الحقيقه مش اول مره تعيط لي ابارامون تستبخت بيا خاطر عيطت لي في سكول زاده وفي اول لقطه نتاع سكول انا موجود دونك فوالا هي عشره بيني وبين رانيا دونك بالعكس نفرح وخلينا هكا نشجعوا بعضنا وكل واحد هكا يهز روحه ويهز الاخر ونعاونوا بعضنا ويعطيها الصحة. الحق جو سوي تخي تخي امبرسيوني باغ رانيا اللي كل مرة تطلع لنا بحكاية جديدة وإن شاء الله ربي يوفقها. رانيا وعزيز اختاروا يلبسوا روبا بيضاء ومومو ظهرهم بكوستيم كحلة. الكليب يحكي على طفلة صغيرة حبت راجل غني برشا، الراجل ما نجمش يعرس بها بسبب رفض العائلة نتاعو. بعد تتولد العائلة يقرروا يفكولها صغيرها، الأم ما شافتش ولدها وبقى منه كان فولارة. هذه قصة الكليب والغنية باش تكون موجودة قريبا جدا في القناة الرسمية رانيا الجابسي.